سلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده مع بعض التورتايه اللذيذه ديت، هتنفع عيد ميلاد وعيد حب كمان، ومش مكلفه خالص واقتصاديه وجميله جدا، وبدون بقى قالب ولا اي حاجه. يلا بينا بقى على الطريقه. اول حاجه هنا عندي المواد الجافه، عندي كوبايه ونص دقيق، وعندي ربع معلقه من اللون الاحمر الصحي من عند العطار، وربع معلقه ملح او رشه ملح، ومعلقه كبيره من الكاكاو، وكيس بيكنج باودر. تمام كده، هخلطهم كلهم مع بعض. كده خلطتهم كلهم مع بعض اهو، هحطهم بقى على جنب كده. واول حاجه عندي ثلاث بيضات، وعندي فانيليا، وعندي ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه لبن، وكيس كوبايه سكر. تمام كده، هنزل بقى بالبيض والسكر وكيس الفانيليا، واخلطهم كويس جدا بالمضرب. هخلطهم بقى كويس جدا لحد ما يترفعوا معايا. كده ضربتها خالص اهي لحد ما بيضت معايا خالص وبقت كريمي بالمنظر ده. هحط بقى عليها ربع كوباية الزيت وهضربها برضو كويس جدا. كده هحط بقى اللبن كمان وهضربها كمان معايا. كده ضربتهم كويس جدا، هضيف بقى عليهم المكونات الجافة كده واحدة واحدة، يعني مش هضيفهم كلهم، هضيف حبة حبة كده واقلب في اتجاه واحد. تمام كده، كده قلبت كله في اتجاه واحد اهو. هنزل بقى عليه بنص كوباية لبن صغيرة مش كتيرة، واقلب وقلبت كله كده لحد ما يبقى القوام معانا بالمنظر ده. تمام كده، عندي بقى الصينية دهناها زيت خفيف قوي، وهنزل بقى عليها بالكيكة بتاعتي، ومشغلة الفرن، وهحطه بقى في الفرن على درجة حرارة 200، بياخد بالظبط نص ساعة، ما نفتحش عليها الفرن خالص، واخبطها بقى خبطتين كده عشان تطلع اي فراغ منها، اي هوا منها. كده بقى بعد ما طلعت من الفرن ماشي، انا اختبرتها بالخلة، طالما الخلة طالعة معانا نظيفة كده تمام، يبقى ايه؟ يبقى كده استوت معايا وبقت زي الفل. تمام كده، وبصوا طرية وجميلة ازاي اهي. هسيبها بقى تبرد ونشتغل فيها مع بعض. عندي بقى هنا كوباية الا ربع كريم جانتيه، ومعاهم كوباية الا ربع لبن ساقع، ساقع جدا، او مية، وهضربهم بقى كويس جدا مع بعض لحد ما تقل معايا بالشكل ده. تمام كده، اول حاجة بردت معايا خالص، وجبت طبعا سكينة مشرشرة وقسمتها تلات اجزاء، عايزين تقسموها جزئين تمام مفيش مشكلة. هاخد بقى اول جزء كده، اول جزء من الكيكة، جميلة جدا وطرية وتحفة وطعمها جميل جدا. تمام كده، وهعملها بقى على شكل قلب، دي ورقة تمام انا عاملاها على شكل قلب، وهقطعها بقى بالشكل ده كده. تمام كده، نشيل برضو الزيادات دي كلها، نعمل برضو الجزء ده كمان عشان تبقى رسمة القلب، عايزة انا زي ما هي مدورة مفيش مشكلة. بصوا بقى طلعت معايا رسمة القلب ازاي، هعمل برضو التانيين كده، الطبقتين التانيين. هسقي بقى الكيكة بتاعتنا كده بحبة لبن وعليهم معلقة سكر صغيرة. تمام كده، هسقيها كده عشان تبقى ايه، طرية كده وجميلة من جوه، تبقى رطبة كده، تبقى طعمها حلو. وحطيت بقى الكريم جانتيه كده، وهنزل بقى واحدة واحدة كده اهو. تمام كده اهو، وهحط بقى الطبقة التانية والتالتة برضو كده. تمام كده، حطيت الثلاث طبقات وغطيتها برضو بكريم الجانتيه. تمام كده، وهجيب بقى حرف ظهر السكينة من هنا كده وهسويها عشان تبقى مظبوطة معايا وملمسها ناعم وحلو. تمام كده اهي، تبقى ملمسها حلو معايا
وتبقى متساوية معايا. وبرضو هعمل كده في الجنيه كده. بعد ما عملتها اهو بصوا بقى بقت جميلة ازاي وملمسها ناعم جدا. هدخلها بقى التلاجة دلوقتي شوية عقبال ما نعمل الصوص مع بعض الاحمر. عندي شربات فراولة المركز تمام كده، عندي كوباية وعندي كمان معلقة من الجيلاتين، هضيف عليها حبة مية كده صغيرين يعني مثلا ربع كوباية تمام كده. وهقلبهم بقى كويس جدا كده على البارد، هقلبهم كويس جدا لحد ما يدوبوا مع بعض. اول حاجة خدت الشربات اهو رفعته على النار وهديله بس غلوة بسيطة جدا كده، اخد غلوة معايا اهو. هحط بقى الجيلاتين، بصوا تقل بقى معايا ازاي، شرب المية كلها اهو، وهقلبه بقى كويس جدا. هسيبه بقى هنا يبرد معايا خالص وهيتقل معايا كده، برد معايا خالص اهو وتقل معايا شوية اهو. هحط بقى في التلاجة بس ايه يعني دقيقتين بس كده. جبت التورتاية بتاعتي اهي وجبت كيس وحطيت فيه طبعا الصوص بتاعنا الاحمر، وخرمت الكيس خرم صغير جدا تمام كده. هنزل بقى عليه كده اهو واحدة واحدة كده اهو. تمام كده. عندي بقى كيس فيه كريم جانتيه تمام، هنزل بقى كده اهو، اعمل الشكل كده اهو كده. حطيت الكريم جانتيه كله اهو، واحط بقى كريس كده. عندي الكريس ماشي تمام، مفيش خلاص مفيش مشكلة اهو. بصوا بقى جميلة وبسيطة جدا ازاي، حلوة جدا. وهاجي برضو كده بالصوص بتاعنا نعمل ايه رسمة القلب. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ جميلة جدا 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 وهتعجبكم جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. كده بواقي الكيكة برضو مرمتهاش، ضربتها كويس جدا في الكبة وحطيتها في كاسات، ورشيت برضو من الصوص الاحمر بتاعنا، وحطيت كمان بشر شوكولاتة بيضة تمام كده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اشتراك ولايك عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله.